الفقره دي هسالك سؤالين واحط لك الورق وهتختار وهترفع توري للناس انت واحساسك بقى هنعرف اذا كنت بتكذب ولا بتقول الحقيقه وطبعا الفقره دي لايت يعني هزار ماشي بتحب السهر ولا النوم انا لا ده ولا ده ما بتنامش ايه شبح والله نفسي انام والله العظيم ممكن افضل قاعد لحد الصبح يعني قاعد في السرير بس مش عارف انام بفكر كتير يعني ما هي بتحب ايه ما يا السهر يا النوم انا بقولك نفسي انام وفي نفس طب ارفع ورقه من الاثنين اهو محطوطين قدامك دي ايه؟ امسكها بيدك الاثنين وريها للناس كده؟ اه بس حطها بقى دي ايه؟ هتعرف في الاخر ملتزم ولا خاربها؟ ما نزلتش من بيتنا مش مصدقك مش عارف ايه بس ماشي ارفع ورقه مش شايف والله ارفع ورقه هم الاثنين هم محطوطين شد واحده فيهم اي واحده فيهم ما هو ده ايوه شد لا ايوه كده كده بنت ولا بنت تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ ولا حتى ساحل العاج ولا كوبري الساحل ولا كوبري الساحل والله ما بتسافرش خالص؟ لا بسافر بس مش الساحل والحاجات دي انا يعني لو هتروح في حته تروح الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ لا اروح الغردقه طب لا هتختار حاجه من الاثنين غردقه ايه؟ هاخد دي بقى طب دي ايه؟ اه هتروح ده لوحدك ولا معاك حد؟ لا انا ما بروحش حته من غير مرات وعيالي طب شيل ال شيل دي؟ شيل دي شوف بقى اختياراتك الساحل الشرير تروح الساحل الشرير لو هروح اروح انا ومراته ايه ملتزم طب الحمد تحب النوم طب الحمد لله جاهز بقى للفقره الثالثه العدوى ولا لسه لا تقلعها خلاص بقى تفضل لابسها انت كده عايز تنام